موضوع الإعلانات على الشوارع وملأى بصور أجساد نسائية معرض، ورفض غالبية الناس لهذا النوع من الإعلان. الكنيسة ترفض العري الجنسي لأنه الجنس بالنسبة إلى كرامة، والعري الجنسي خاصة إذا كان مربوط بتجارة هذا شيء لا يقبل على الإطلاق. هذا الموضوع المطروح، التعري المكشوف، انعدام الحياء والأخلاق، حتى تدنى الأمر إلى الاتجار بالمرأة لترويج السلع وترويج بعض الأمور التي سقطت في المجتمع بتعريض جسد المرأة لمثل هذه الإعلانات. يسوءنا هذا الأمر، نرفضه دينيا وأخلاقيا، لأن ننظر إلى المرأة عموما هي أم وأخت وبنت وزوجة وإنسان محترم. نرفض أن يصل المستوى بالاتجار عند بعض الساقطين لهذا الحد. نحن بنفكر أنه واجباتنا واجبنا أنه نحترم معتقدات 17 طائفة اللي بتكون لبنان. هيدا يعني أنه لما عم نلزق صورة لازم هالصورة تكون مقبولة من الجميع وما تشرح ما تجرح شعور أي شخص يلي هو حر يقدر يربي أولاده حسب معتقداته، حسب ما هو حابب يربي أولاده. بما أنه اللوحات موجودة ضمن الأملاك العامة على الطرقات، الواحد ما بيقدر يغمض عينيه وهو ماشي. هيدا بيعني أنه علينا واجب كتير مهم، ويجب وينبغي علينا احترام آراء الجميع.